Good morning again, primary 2. النهاردة احنا في lesson 103. 103 and lesson 104 اللي هو عندي في student book page 90 and 91. هما الاتنين apply على الفراكشنز، تطبيقات على الفراكشنز. يعني مثلا في 103 جايب لي سيركل كبير قوي عبارة عن بيتزا، فبيبدأ يديني بقى ايه questions او بيديني directions، تعليمات عشان اجمع الون البيتزا دي على حسب الفراكشنز ازاي. يعني مثلا number one بيقول لي add red sauce to the whole pizza، هنحط red sauce على البيتزا كلها، يعني هنلون البيتزا كلها بالايه بالريد color. تمام، يبقى كده ال whole one هيبقى بالريد color. To add green peppers to 3/4 of the pizza، يعني 3/4 البيتزا. احنا قلنا ايه البيتزا هي متقسمة 1 2 3 4 4/4 4/4، فانا هلون 3/4 تلاتة من الاربعة بايه بالجرين بيبرز اللي هو بالفلفل الاخضر. 3 add black olives to 1/4 او 2/4 of the pizza، ربع واحد 4/1/4 من البيتزا هيبقى بالايه بالبلاك اوليفز بالزيتون الاسود. اد جراي مشرومز تو هاف اوف ذا بيتزا، هنحط الجراي جراي مشرومز اللي هاف اوف ذا بيتزا لنص البيتزا، هنحط مشرومز جراي مشرومز. اد يلو تشيز تو 4/4 اوف ذا بيتزا، بعد كده هنحط التشيز باليلو كلر باللون الاصفر على البيتزا كلها. يبقى هيبقى عندي ال 4/4 اللي هي الهول بيتزا هيبقى عليها ايه يلو كلر اللي هو عشان الجبنة، وكمان هيبقى عليها ريد كلر اللي هو بتاع الصوص. طبعا ده ابلاينت وتعملوه في البيت. دلوقتي if you turn to page 91، لو قلبنا على page 91 هنلاقي نفس الفكرة. هو بيقول لي جايب لي هول حيطة، عبارة عن حيطة كده. اول صف كده هو عبارة عن 1، هو بيقول لك او write 1 hole، هنكتب هنا في اول row كده 1 hole اللي هو الواحد واحد كامل اهو 1 hole في اول اول on the top bar في اول bar color this bar red، المفروض ان احنا هنلون اول bar ده باللون الريد. to find and label the halves find and label the halves color the halves bars green. يبقى ال 1 ده divided into 2، اتقسم ليه 2 halves، عندي half اهو و half اهو. تمام، فهو بيقول لي color the halves by green، ده كده بالجرين. ال 1 hole بالريد، يبقى ال 1 هول اتقسم ل 2 هافز تمام بالجرين. طيب بعد كده find and label the thirds، عندي طبعا قسم ال 1 ل thirds، بقى عندي هنا third وعندي هنا third وعندي هنا third، فالمفروض ان احنا هنلون ال thirds ديت باليلو. بعد كده find and label the fourths color the fourths bars blue، بعد كده مقسم ال 1 هول ده ل 1 2 3 4 ل 4 fourths، عندي هنا 4 و 4 4 and 4 والفورثز الفورثز هتبقى بالبلو كولر. اوكي تمام، ده كده كان في lesson 104 في page 91. طيب لو احنا turn to page 94 to page 94، شايفين الكالرد بيج دي الصفحة الملونة دي، هو جايب لي هنا هو برضو مازال في الابلاي lesson 106. start عندي start هنا جايب لي سكوير، والسكوير ده كالرد ان جرين كالر في اللون الاخضر، فهو كله يمثل ايه هو متلون كله فهو عبارة عن one hole one. اوكي طيب السيركل اللي بعدها متقسمه ل 1 2 3 3 ثيردز، والكالرد بارت الجزء المتلون ده عباره عن ايه ثيرد 1/3. طيب بعد كده جايب لي ريكتانجل
متقسم برضو لثري ثيردز، ثلاثة ثيرد وثيرد وثيرد، ثري ثيردز، بس هو كولورد ايه، كولورد ثيرد بلس ثيرد، او ممكن نقول هو كولورد زي ما فاكرين. الدينومينيتور هيبقى ثري عشان البارتس كلهم ثري، وان وان تو ثري، هما ثلاثة ثري بارتس، ثلاث اجزاء. طيب النيموريتور بقى اللي فوق هيبقى ايه، هيبقى هكتب برضو ثيرد ولا تو، تبقى تو ثيردز لانه ملون اتنين من الثيردز، تو ثيردز ملون ثيرد وثيرد، يبقى تو ثيردز، يبقى تو اوفر ثري. طيب هنا في البينك ده ها، هي يبقى هي ايه، هاف وان اوفر تو، هنا هيبقى ايه، هو متقسم، هو هاف برضو ملون نص السكوير، بس هو مقسمه لفور بارتس، فاحنا هنكتب ايه، 2 اوفر 4، يعني فورث وفورث، 2 فورثز او 2 فورثز، هنا فورث وفورث، يبقى 2 فورثز عشان البارتس كلهم 4، اللي تحت الدينومينيتور 4 والنيوموريتور 2، يبقى 2 اوفر 4. طيب هنا ايه، هنا 3 ثيردز، 1 2 3 هما 3 ثيردز، يعني هو 3 اوفر 3، 3 على 3. اوكي، فليه بقى، لان هو ايه colored، ثواني بس الصورة باظت، ايه colored، هو ملون ايه، ملون تلات اجزاء، يبقى هنا الدينومونيتور هيبقى، الدينومونيتور هيبقى 3 والنيموريتور هيبقى 3 برضو، يعني يبقى 3 over 3. طيب اللي بعدها طبعا third 1 over 3، هنا السيركل كلها، هنا ايه هاف، هنا يبقى ايه تو هافز، اللي هي الوان هول، الواحد كله هو تو هافز، قسمه لتو هافز وملونهم، هنا وان فورث، فورث واحد، هنا تو هافز برضو، هنا ثري فورثز لانه هو ملون ثري فورثز، يبقى ثري اوفر فور، لان الدينومينيتور فور، وان تو ثري فور، لانه مقسمهم فور وملون ثري، يبقى ثري اوفر فور، اللي هي ثري فورثز، وهنا تو ثيردز، 2 اوفر 3، 2 ثيردز، ثيرد وثيرد، يبقى 2 اوفر 3. بعد كده برضو هنا، هنا 3 فورسز، 3 اوفر 4، هنا يبقى ايه اكسلنت، هيبقى فورث، هنا 2 فورثز، هنا 1 هول اللي هو 4 فورثز، يبقى 1 هول، وده هيبقى 1 فورث، وخلاص كده خلصنا تقريبا دي كل الفراكشنز اللي هي علينا السنة دي. طيب turn to page 96. page 96 ده بيمهد لي للسن اللي جاي. هو بيقول لي في الماث جورنال جايب لي كده four flowers وكاتب لي حاجات، هنشوف كاتب ايه. reflect on your learning. أشرف says that fourth of the flowers, fourth of the flowers are blue. أشرف قال ان ربع الflowers blue. Sarah says that is incorrect. Sarah قالت ده مش صح. Since fractions can't be used to describe sets of things. Sarah قالت له ان الكلام ده مش مظبوط لان الفراكشنز مش بنستخدمها عشان نوصف مجموعة اشياء. Do you agree or disagree? Why? Write or draw your explanation. بيقول يا ترى انت موافق اشرف ولا موافق سارة؟ هل انا ينفع اوصف الفلاورز دي كفراكشن ولا ما ينفعش؟ هو كان tell me yes excellent I can describe، ممكن اوصف الفلاورز دي as a fraction، ممكن اوصفها كفراكشن، يعني دول 1 2 3 4، الفور دول كانهم الهول، بس مش الهول بقى 1، هما دول السيتس، السيتس كلها بتبقى ايه، انا قلت ان الفراكشن عندي بيبقى عباره عن دينومينيتور ونيموريتور، الدينومينيتور هو البارتس كلها، فانا عندي هنا البارتس كلها اللي هي عدد الزهور كلها، عدد الفلاورز كلها هحطه تحت، يبقى 1 2 3 4، يبقى انا هكتب في الدينومينيتور، يبقى الدينومينيتور اللي هو عدد الفلاورز كلها اللي هو 4. طيب في النيومينيتور بقى هكتب ايه؟ طبعا هكتب ايه، دي بتعتمد على هو عايز ايه، يعني هو اشرف سيز ذات فورث اوف ذا فلاورز ار بلو، يبقى اشرف عايز البلو، عايز البلو فلاورز، البلو البلو هنا كام؟ 1، هي 1 واحده بلو، يبقى فعلا البلو كولر هي 1 اوفر 4، هو فورث، هي ربع الفلاورز ربعهم از بلو.
طيب لو حبيت اكتب الريد فلاورز بقى، يعني هنا البلو فلاورز as a fraction فعلا 4/4. اوكي طيب لو حبيت اكتب الريد فلاورز ممكن اكتبها as a fraction برضو. انا اتفقت ان الدينومينيتور اللي تحت هيبقى 4 اللي هو عدد الفلاورز كلها اللي هو 4. طيب فوق بقى النيموريتور هيبقى ايه اللي هو البسط. الدينومينيتور اسمه المقام والنيموريتور اللي هو البسط، تمام. فالدينومينيتور بقى ايه اللي هو تحت اللي هو المقام بقى 4. طيب النيموريتور اللي هو فوق بقى ايه 1 2 3 اللي هو عدد الريد فلاورز بس، فهو 3. يبقى 3/4 او 3/4 اربع تلات ارباع اللي هم ريد. اوكي كده ده كان تمهيد او بداية للسونز اللي جاية اللي هي الفراكشنز اوف ست. الفراكشنز اوف ست اللي هي الكسور لمجموعة من الاشياء، مش بقى شيبس اشكال وانا هبدأ هقسمها كده زي السيركلز والريكتانجلز وكده، لا هي مجموعة من الاشياء وهيطلب مني اسئلة عشان اعملهم as a fraction، اكتبهم كفراكشن، وده اللي هنشوفه في الليسونز اللي جاية ان شاء الله. اتمنى تكونوا فهمتوا ليسون النهاردة. Thank you.